ورانا في كارديو أليكس 2018. ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ ممكن حضرتك تقول لنا حضرتك متوقعة تشوفي ايه في كارديو أليكس 2018؟ ممكن حضرتك تكلمينا شويه على البيشنت ادجوكيشن من حيث بعد عمليه البي سي اي؟ هو اول حاجه البيشنت بعد ما يدخل من البي سي اي اهم حاجه ان انا بقوله ان انت ما تحركش رجلك خالص لان ممكن لا قدر الله يحصل لهيمورج او ثرومبس. ده بيبقى غلط على البيشنت يعني. واحنا البيشنت المصريين عامه يعني ما بيسمعوش الكلام في الحته ديت، بيفضلوا كل شويه تقول له لو سمحت ما تحركش رجلك، لو سمحت ما تحركش رجلك، ما بيسمعوش الكلام خالص. بس يعني المفروض ان هو ما يحركهاش لمده 6 ساعات، بعد كده بنشيل الشيت 6 ساعات تاني يعني توتالي 12 ساعه ما يحركش رجله خالص. ويشرب بقى فلويد كتير عشان يعمل سبيشن للداي اللي هو بياخدها ديورنج. في اي حاجه يتجنبها في الاكل او طبعا بياخد لو فات ولو سولت داي، ده المفروض يعني يمشي عليه على طول، مش افطر بي سي اي بس، ده يبقى المفروض اللايف ستايل بتاعه يعني ان هو ما ياخدش الحاجات دي خصوصا السولت. ومن حيث الاكسرسايز في حاجه محدده؟ لا الاكسرسايز عادي، بيعمل اكسرسايز عادي مفيش اي مشاكل، بس يعني ان هو يعني يعمل اكسرسايز مش ما بيعملوش. ميرسي جدا يا دكتور لوحضرتك.